مصر تدين وبأشد العبارات المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي الشريف، وتؤكد وقوفها بجانب السعودية في التصدي لأي محاولة للنيل من استقرارها. بعد صدور قرار عفو رئاسي، الإفراج عن 502 من السجناء على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر ولأسباب صحية. مقتل العشرات من ميليشيات الحوثيين وصالح في هجوم للجيش اليمني، وقصف لطائرات تحالف بمحافظة مأرب. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة قناة النيل الأخبار، تحية لكم. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية، والتي أسفرت عن إصابة 11 فردا خلال إحباط العملية بعد أن فجر أحد الإرهابيين نفسه. أكدت مصر على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها. وأشار البيان إلى أن محاولة استهداف الحرم المكي الشريف خلال هذه الأيام المباركة تعكس خروج هذه الجماعات الإرهابية البغيضة عن تعاليم الإسلام السمحة، وداعية لتكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب. هذا وقد أعلنت سلطات الأمن السعودية عن إحباط عمل إرهابي كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتادي. صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية منصور التركي إن مجموعة إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة والآخران بمكة المكرمة، قد خططت للعملية الإرهابية الفاشلة. مخطط إرهابي جديد كاد يستهدف هذه المرة قدس أقداس المسلمين المسجد الحرام بمكة المكرمة، تمكنت السلطات السعودية من إحباطه. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية أعلن في بيان صادر عن الوزارة أن مجموعة إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة والآخران بمكة المكرمة، خططت للعملية الإرهابية الفاشلة، حيث كانت المجموعة تعتزم تنفيذ عملية بحي العسيلة في مكة المكرمة وأخرى في حي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام. المتحدث أوضح أن انتحاريا كان مختبئا في أحد منازل حي أجياد بادر بإطلاق النار على أجهزة الأمن السعودية ورفض التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه، ثم فجر نفسه بعد أن ازداد الخناق عليه. وأشار إلى أن 6 وافدين وخمسة من رجال الأمن أصيبوا جراء هذا الحادث، وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المتهمين بينهم امرأة. يذكر أنه في اليوم ذاته من شهر رمضان الماضي فجر إرهابي نفسه في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي بالمدينة المنورة، ما أدى لاستشهاد 4 من رجال الأمن وإصابة 5 آخرين. حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة قطر من قطيعة نهائية معها في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الجوار. كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قدمت لائحة تضمنت 13 مطلبا لإنهاء المقاطعة، من أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. قائمة مطالب قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين سلمتها الكويت إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة والدول الأربعة، حيث تتضمن القائمة 13 بندا يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت لاغية. وشملت قائمة المطالب إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، إغلاق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا في قطر، قطع قطر لعلاقتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأديولوجية، إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية، تسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربعة، إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية،
التعويض عن الضحايا والخسائر كافة للدول الأربع بسبب السياسات القطرية، أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة، تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قامت بدعمهم، إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها، وإلا اعتبرت لاغية. الاتفاق على أهداف واضحة وآلية واضحة لمتابعة تنفيذ هذه المطالب. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش دعا قطر إلى أخذ مطالب دول الجوار بجدية، وإلا فإن الأزمة الخليجية يمكن أن تتحول إلى طلاق بائن مع الدوحة. لكن بعض المحللين استبعدوا أن تقبل قطر قائمة مطالب الدول الأربع لنهاء الأزمة، خاصة وأنها اشترطت رفع ما أسمته بالحصار الذي تفرضه عليها دول الجوار قبل التفاوض بشأن أي مطالب. من المستبعد جدا أن توافق دولة قطر على تنفيذ هذه المطالب لاعتبارين. الاعتبار الأول، شرطها الأساسي رفع الحصار أولا، هذا ما أعلنه وزير خارجيتها في أكثر من منتدى إعلامي ودبلوماسي. الشرط الثاني أن مثل هذه المطالب باعتقادي تعجيزية بالنسبة لدولة قطر. كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعدد من الدول العربية والإسلامية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، بينما أغلقت السعودية والإمارات والبحرين مجالها الجوي أمام شركات الطيران القطرية، كما أغلقت الحدود البرية الوحيدة لقطر التي تربطها بالمملكة العربية السعودية. هذه النشرة الإخبارية وأهم ما فيها من أخبار. أفرجت وزارة الداخلية عن الأشخاص الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو، وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والتجمهر. قرار رئاسي بالعفو عن 502 من المحبوسين على زمام قضايا مختلفة جاء بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون خروج المحبوسين قبل ساعات من عيد الفطر المبارك ليكتمل المشهد بالسعادة والفرحة الغامرة. قرار العفو الذي كان مفاجأة للجميع جعل رجال الداخلية تسابق الزمن لتسريع إجراءات الإفراج وسط شكر وتقدير من المفرج عنهم. مبسوط ان فعلا سيادة الرئيس حرص ان احنا يعني النهارده نفطر مع اهالينا، وان احنا النهارده يعني نقضي العيد من اوله. النهارده لما سمعت الخبر حسيت اني اتولدت من جديد. لحد الان دلوقتي لسه مش مصدق ان انا ممكن اخرج، ومش مصدق ان اللي بيحصل ده حقيقي. يعني انا كنت نايم وفجاه نادوا على اسمي وقالوا لي انت بره. مش مصدق. احب اشكر القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين برئاسة وزير الداخلية. كلمات المفرج عنهم قبل لحظات من الحرية شملت رسائل هامة لشبابنا وأبنائنا حتى لا يتعرضوا إلى تأثير أو تغييب من جماعات إرهابية تتاجر بالغالي والنفيث لاستغلال مصالحها. الإخوان كنت مفكر إن الناس كويسين، بس لما اتحبست وعشفتهم عرفت إن هم بيفرحوا في أي حاجة تخرب بالبلد. الحاجة تغلى يفرحوا، منتخب مصر يخسر يفرحوا، أي حاجة تحصل ضد البلد يفرحوا. الوطن ده حاجة عندهم ما تسويش حاجة خالص، لا الوطن ده حاجة كبيرة كبيرة جدا 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 عندنا، ومفروض يكون عند أي وطني أو أي مصري يكون الوطن ده عنده حاجة كبيرة جدا جدا جدا. وعايز تعرف الفرق، شوف الفرق دلوقتي في الأمن وفي الحياة كلها. يحيى مصر ورجالة مصر، ويخليك يا سيسي لينا وتحمي مصر. قرار العفو كان قد شمل 25 سيدة وفتاة عادوا من جديد إلى بيوتهم بسعادة لا توصف. بقول الحمد لله، فضل ربنا وفضل السيسي، والحمد لله نحمد ربنا. الحمد لله ماليش في الدنيا غير ولادي بصراحة، فرحانة أن أنا هشوفهم يعني تاني. الحمد لله. مشهد لخص المعنى الحقيقي لاتجاه الدولة بإعطاء الفرصة والأمل لمن أراد الخير لنفسه وبلده، مع لحظة اختلطت فيها دموع الفرح بلقاء الأهل والأحباب. بعفو رئاسي وحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعودوا إلى منازلهم قبل أول أيام عيد الفطر المبارك، فرحة وسعادة لميلاد وحياة جديدة. من أمام منطقة سجون ترى، مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع قيادي بحركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليه بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن معلومات مؤكدة وردت إلى قطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات بدائرة مدينة 6 أكتوبر، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وأسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة وحال اقتراب القوات منهما. بادرت العناصر المستقلة لهما بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه تم تحديد هوية طالب قام بنشر جزء من امتحان الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال حجازي في تصريحات له إن الطالب الذي قام بذلك يتبع لجنة بإدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة، وسيتم تطبيق القانون عليه، مجددا تأكيده أن ما حدث يعد غشا إلكترونيا وليس تسريبا. ونشد حجازي وسائل الإعلام بتحري الدقة الشديدة فيما ينشرونه، مجددا توضيحه بأنه في حال نشر جزء من الامتحان حتى لو سؤال واحد قبل الساعة 9 صباحا من يوم الامتحان فهذا يعد تسريبا، وهو ما لم يحدث مطلقا هذا العام. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة خضرة وكيل وزارة التربية والتعليم. أهلا بك أستاذة فاطمة. اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يسلمك. ويا ترى يعني كيف تابعتي سير عمليه اداء الطلاب لاخر امتحانات الثانويه العامه، اذا كان في تسجيل لاي حالات غش، اذا كان هناك اجراءات يعني ستتخذ ضد ما اعلن عن ان هناك طالب نشر جزءا من سؤال في ماده الاحصاء على الفيسبوك؟ والله يا فندم يعني طبعا احنا بنهني مصر كلها وبنهني انفسنا بانه فعلا النظام البوكليت نجح، يعني نجح يعني قبل كده في مداخله مع حضرتك او مع القناه قلنا ان احنا ان شاء الله في نهايه الامتحانات هنقول ان نسبه النجاح 100%. فهي ما فيش يعني غش، ما فيش تسريب. لا ما فيش تسريب خالص نهائي. يعني انا الحقيقه بنحني شكر يعني الحقيقه الشرطه قامت معانا بمجهود حضرتك، لو تقولي يعني تعرفوا الناس دي شغاله بقالها اكتر من 3 أو 4 شهور. كنا بنروح بالنسبه لنا محافظه القاهره بنستلم الاسئله كل يعني كل اليوم اللي قبل الامتحان، يعني احنا بنستلم ليله الامتحان، فكنا بنروح مثلا الساعه 10 نبقى موجودين هناك لغايه الفجر. الناس مواصلين الحقيقه نبطشيات ومواصلين، يعني بيشتغلوا 24 ساعه اكنهم زينا بالضبط في التربيه والتعليم. نعم. طيب استاذه فاطمه حتى لا يدهمنا يعني الوقت، اسمحي لي، يعني هو المعلن والمؤكد واللي حضرتك قلتيه الان انه ما فيش تسريب، او على الاقل ما يتم تسريبه بيتم تسريبه بعد بدء الامتحان مش قبله كما كان في العام الماضي. هو السؤال تحديدا اذا كان حدث ذلك الامر في ماده الاحصاء الماده الاخيره اليوم، ايه الاجراء اللي هيتخذ ضد هذا الطالب؟ اي طالب، يعني احنا كنا اذعنا قبل كده وقلنا ان في باركود على الورقه، واي طالب بيصور اي حاجه بيتعرف على طول بينجاب هو في اي بلد في اي محافظه في أي رقم جلوسه في مدرسه ايه، وبناخد معاه الاجراءات القانونيه، الشؤون القانونيه بتحقق معاه وبتحقق كمان مع اللجنه كلها مع الملاحظين ومع رئيس اللجنه مع الناس كلها، لانه بيبقى فيه تهاون طبعا او هو دخل الموبايل ازاي، لان في تفتيش قبل اللجنه المفروض ان ما فيش اي اجهزه. نعم. كل الحالات اللي من النوع ده سيتم ضدها نفس الاجراءات. بشكرك شكر جزيل وعذرا لضيق الوقت الأستاذة فاطمة خضرة وكيل وزارة التربية والتعليم، بحييك وبشكرك شكرا جزيلا. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار اتصالاتها العسكرية مع موسكو حول عملياتها في سوريا، وذلك بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين بسبب إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة سورية. على الجانب الآخر أعلن مسؤولون أمريكيون أن قوات التحالف الدولي قتلت في غارة لها شرقي سوريا أحد إرهابي تنظيم داعش من أصل مالي ويدعى فواز محمد جبار الراوي. وأوضح بيان للتحالف أن الراوي يملك محل صرافة في البوكمال استخدمه مع شبكة من الاتصالات المالية العالمية لنقل الأموال إلى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود. أعلن ضابط بمركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم أن قيادة المجموعة العسكرية الروسية في سوريا وسلطات محافظة اللاذقية وقعت اتفاقا هو الأول من نوعه لوقف إطلاق النار على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اللاعبين الرئيسيين في التسوية السورية يؤيدون إنشاء مناطق تخفيف التوتر، الأمر الذي من شأنه أن يدعم إعلان وقف العمليات القتالية بين المسلحين والجيش السوري في كافة المناطق. أعلنت موسكو إطلاق صواريخ على أهداف لتنظيم داعش في سوريا من سفينتين حربيتين وغواصة تابعين لها في البحر المتوسط. أدت الضربات الصاروخية إلى تدمير نقاط قيادة ومخازن كبيرة للأسلحة والذخائر التابعة لإرهابي تنظيم داعش في منطقة عقيربات في محافظة حماة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور جورج جبور المفكر السياسي السوري. أهلا بحضرتك دكتور جورج. أهلا بكم. أهلا بقناتك. أهلا بحضرتك. يعني هناك محاولة واضحة لإنشاء مناطق لتخفيف التوتر لدعم إعلان وقف العمليات القتالية بين المسلحين والجيش السوري، كيف ترى من وجهة نظرك هذه الخطوة من جانب العسكريين الروس في سوريا؟ نعم، العسكرية الروسية هي المسؤولة عن الوصول إلى هذا التطور الهام الذي يعني حماية مزيد من المدنيين. بالتأكيد روسيا تسعى لكي يكون هناك سلام في سوريا وصيانة لوحدة سوريا وسيادتها، وما جرى مؤخرا يدل أيضا على تنسيق محاولة مستمرة من روسيا للتنسيق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الفاعلة في المنطقة. هذا الحرص من روسيا على عدم الوقوع في فخ تصعيد عسكري بينها وبين أمريكا وبين دول أخرى في المنطقة أمر هام جدا، وينبغي أن تأخذه أمريكا بعين الاعتبار وتقابله بالمسؤول. نعم. طيب دكتور جورج، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في تطور أخير باستمرار الاتصالات العسكرية مع موسكو حول عملياتها في سوريا، ذلك بالتأكيد بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين، كيف ترى الخلفيات الخاصة بهذا الإعلان وتأثيره أيضا على هذه العمليات؟ نعم، كانت هناك تفاهمات عسكرية بين روسيا وأمريكا. نعم، هذه التفاهمات غير معلنة طبعا، هي عسكرية أساسا، لكن روسيا تقول أن أمريكا في أحيان كثيرة تخلق هذه الاتفاقيات، هددت بوقف التفاهمات وقالت أنها استمرت بضعة أيام في وقف التفاهمات إلى أن عادت أمريكا إلى القول بأنها سوف تعود إلى هذه التفاهمات. نعم. الآن علينا أن نقول أن ما جرى حقيقة إنما هو محاولة روسية استمرار التفاهمات مع إظهار قوة روسيا العسكرية في الوقت. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور جورج جبور المفكر السياسي السوري متحدثا إلينا من بيروت، شكرا جزيلا لك. قتل 20 شخصا على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثيين في غارة لطائرات دول التحالف العربي فجر اليوم استهدفت تجمعا لها بمدينة صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن. في غضون ذلك أفاد مصدر عسكري أن الجيش الوطني حرر منطقة المخدرة بالكامل الواقعة في مديرية صرواح والتي كانت تسيطر عليها الميليشيات وسط انهيارات وخسائر كبيرة للميليشيات، وانتقلت المعارك إلى جبل مرثد الاستراتيجي ما أسفر عن مقتل العشرات منهم. تزامنا شنت طائرات التحالف أكثر من 6 غارات استهدفت تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من مأرب السيد بوكيل عفيف عضو المركز الإعلامي بالقوات المسلحة اليمنية. سيد بوكيل أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، هو عضو لجنة دائرة التوجيه المعنوي. تفضل بالتكرار سيدي. دائرة التوجيه المعنوي. دائرة التوجيه المعنوي، بشكرك على هذا التصحيح. يعني في البداية ضعنا في صورة تطورات الوضع الميداني مع مقتل العشرات من ميليشيات الحوثيين. تمكن الجيش الوطني من قطع خط صنعاء صرواح نهائيا، والخط المتجه نحو العاصمة صنعاء
للأمر بشكل تام. لم تبقى مسافة 70 بين طلائع الجيش الوطني ومركز مديرية سرواح سوى 2 كيلومتر. جبل مرسد، وكما تكلمت ان المعركة الان في جبل مرسد، ويمكن ونتوقع او نامل ان يتم السيطرة عليه خلال هذه ساعة هذا اليوم. طيران التحالف سقوطه والتحالف العربي مشكورين تمكنوا من قطع او ضرب التعديات كانت قادمه او متوجهه الى جماعه الحوثي في 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 سرواح، قتل 20 حوثي. طيب سيد بوكيل، اسمح لي يعني حتى يعني نستثمر الوقت، ضعنا في الأهمية الاستراتيجية لجبل مرثد وكذلك أهمية منطقة المخدرة، إذا كنت أنطق الاسم بشكل صحيح بعد تحريرهما بالكامل. أولا نطق سليم لجبل مرثد ومخدرة. في بداية عند السيطرة على جبل مرثد تنتقل المعارك إلى أول مديرية من مديرية محافظة صنعاء باتجاه أمانة العاصمة من جبهة سرواح. نعم. وستكون هنا في بعد استكمال جبل مرثد سوف تنقطع كفة خطوط الإمداد نحو جبل هيلان. ومن هنا ستكون الأرض المتبقية أو المساحة الجغرافية المتبقية بين سرواح الى العاصمه صنعاء اقل وفوره مما هي في سرواح حاليا. نعم. هذه هي الاهميه، وبشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح السيد بوكيل عفيف من دائره التوجيه المعنوي بالقوات المسلحه اليمنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا بعد هذا الفاصل نتابع. الرئيس الكولومبي يعلن من باريس انتهاء عملية نزع سلاح القوات المسلحة الثورية فارك في خطوة تاريخية تنهي 50 عاما من القتال. مصر تدين بأشد العبارات المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي الشريف، وتؤكد وقوفها بجانب السعودية في التصدي لأي محاولة للنيل من استقرارها. بعد صدور قرار عفو رئاسي الإفراج عن 502 من السجناء على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر لأسباب صحية. مقتل العشرات من ميليشيات الحوثيين وصالح في هجوم للجيش اليمني، وقصف لطائرات التحالف بمحافظة مارب. وصلنا لمحطة الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما. نتابع أهم أخبار الاقتصاد مع ميرفت المليجي، تفضلي ميرفت. شكرا ريهام وأيمن، وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزير التجارة والصناعة يعلن انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية بعد التصديق عليها. أهلا بكم.
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها. وأوضح قابيل أن الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها في إطار منظومة التجارة العالمية منذ نشأتها. وقال قابيل إن التصديق على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية. دعت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر دولة سنغافورة لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مصر بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأشادت الوزيرة خلال اللقاء مع سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، حيث ناقش الجانبان زيادة الاستثمارات السنغافورية في مصر خاصة في مجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مختلف القطاعات والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية في مجالات النقل البحري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين قد شهدت خلال يومين الماضيين زيادة ملحوظة في حركة التجارة العالمية المارة عبر قناة السويس، وذلك بعبور 98 سفينة بإجمالي حمولات بلغت حوالي 6,900,000 طن. وأوضح مميش أن مؤشرات الزيادة الحالية تظهر تعافي حركة التجارة العالمية بشكل عام، بالإضافة إلى الإجراءات والتخفيضات والحوافز الممنوحة من هيئة قناة السويس لسفن عابرة والخطوط الملاحية، والتي لا تحقق القناة لها وفرا كافيا لجذبها لاستخدام القناة، كان لها تأثير واضح فيما تحقق من زيادات في عائدات القناة، حيث تم جذب عدد كبير من الخطوط التي غيرت طريقها من رأس الرجاء الصالح إلى القناة. أشاد اتحاد الصناعات بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى لتحويل العملات الأجنبية للخارج واصفا إياه بالإيجابية. وأوضح الاتحاد أن قرار البنك المركزي يبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي ويشجعه على ضخ الاستثمارات في السوق المحلية، حيث يعطي له الحق في تحويل أرباحه من المشروعات للخارج بدون قيود أو حد معين كما كان في السابق. كما أن القرار يعطي مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد المصري وعلى قطاع الصناعة، ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المحلية. اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي مع فريق بعثة البنك الدولي، وذلك في ختام زيارتهم لمصر والتي استغرقت 5 أيام. وتم خلال الاجتماع متابعة وتقييم مدى تقدم برنامج تكافل وكرامة. وأوضحت الوزيرة أن البنك الدولي سيمول البرنامج بقيمة 400 مليون دولار، تم صرف 305 ملايين دولار حتى الآن، وتبلغ تكلفة برنامج تكافل وكرامة من الموازنة العامة للدولة ما قيمتها حوالي 8,200,000,000 جنيه، ومن المقرر أن تتجاوز 10 مليارات جنيه. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية وعودة لزملاء لاستكمال ما تبقى من بانوراما النيل. إليكم. شكرا جزيلا. شكرا مرفت. أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال زيارة رسمية إلى باريس أن القوات المسلحة الثورية في كولومبيا والمعروفة باسم حركة فارك قد نهت نزع سلاحها. من جانبها أعلنت حركة فارك الثورية التي انبثقت عن تمرد الفلاحين في عام 1964، أعلنت أنها بصدد بدء إجراءات تحولها إلى حركة سياسية شرعية. في خطوة تاريخية من شأنها أن تنهي 50 عاما من القتال، أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال زيارة رسمية إلى باريس إنهاء القوات المسلحة الثورية في كولومبيا فارك نزع سلاحها مرة وإلى الأبد.
فيما ضجت القاعة بالتصفيق، قال سانتوس أمام منتدى اقتصادي في باريس أن جماعة فارك المسلحة أقوى وأقدم حركة تمرد في أمريكا اللاتينية، ستوقف أنشطتها، الأمر الذي سيغير تاريخ كولومبيا. اليوم 23 من يونيو يعلن فريق الأمم المتحدة نزع حركة فارك المسلحة 100% من أسلحتها وتسليمها للأمم المتحدة. بمعنى آخر، اليوم حركة فارك أقوى حركة مسلحة بل والأقدم في أمريكا اللاتينية، لن يكون لها وجود. والآن وبعد نحو 53 عاما من الحروب، سوف يغير هذا النبأ تاريخ كولومبيا بأكمله. وبموجب اتفاق السلام الموقع في نوفمبر الماضي بين الحكومة وقوات فارك، كان من المفترض أن تنتهي عملية نزع السلاح في أواخر مايو، لكن الأطراف أخرت هذا الاستحقاق بسبب مشاكل فنية. وستبدأ القوات المسلحة الثورية التي انبثقت عن تمرد للفلاحين عام 1964 وبلغ عدد عناصرها حتى 20,000، ستبدأ عملية تحولها إلى حركة سياسية شرعية. وطوال أكثر من نصف قرن شاركت في النزاع العسكري الكولومبي المعقد نحو 30 مجموعة مسلحة وميليشيات شبه عسكرية من اليمين المتطرف بالإضافة للقوات النظامية، وأسفر الصراع عن 260,000 قتيل على الأقل وأكثر من 60,000 مفقود و7 ملايين نازح. وبعد مفاوضات استمرت ل4 سنوات مع القوات المسلحة الثورية، بدأت حكومة بوغوتا في فبراير الماضي محادثات مع جيش التحرير الوطني حركة التمرد التي تستلهم الثورة الكوبية وتضم نحو 1500 مقاتل. بعد قليل نتوجه لقراءة الأنباء الرياضية، وبعدها سكان قرية النوبة السودانية يتسابقون خلال شهر رمضان المبارك لدعوة المارة واستضافتهم لتناول وجبة الإفطار معهم.